احنا معانا كريم زي ما انت بتقول كده بالظبط، سيادة العميد محمود القاضي مسؤول الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين طبعا ماتش النهائي نهائي أفريقيا. سيادة العميد في البداية طبعا صباح الهنا بونجور على حضرتك، وقبل ما أخش في التفاصيل خليني أقول لحضرتك على حاجة كده سريعا لسه كنت بقولها لكريم لحضرتك سمعتنا، بقول له إن أنا بنت أختي وأصحابها عندهم 14 سنة واحنا سايبينهم يروحوا، والاهالي خلاص بقوا مطمنين ان اولادهم حتى لو سنهم صغير هيروحوا وهيقعدوا، الدنيا هتبقى امان وكل حاجه هتمشي كويس جدا وهيرجعوا بيوتهم سالمين وهيستمتعوا بالماتش، فدي في حد ذاتها اعتقد او ده في حد ذاته نجاح تاميني كبير جدا. خلينا نسمع من حضرتك يا فندم، اتفضل. طبعا صباح الخير يا استاذ مهواند، وصباح الخير على الاستاذ كريم، وصباح الخير على جمهور الاهلي وشعب الاهلي في مصر وفي الوطن العربي. طبعا يعني النهارده مباراه مهمه، نهائي دوري ابطال افريقيا. هبدا من كلام استاذنا هواندي. طبعا يعني احنا في السنوات اللي فاتت يعني مكتسبات ما بعد بطوله افريقيا 2019، موضوع دخول الجماهير وتامين المباريات. انا برضو ابني يعني 20 سنه 17 سنه هو وزمايله كل الماتشات اللي فاتت للنادي الاهلي متواجدين في مدرج الدرجه الثالثه شمال مع الجماهير، معاهم الفام اي دي والتذكره. زي برضو ما حضرتك مش قلقان على اولاد حضرتك، انا برضو ابني واولادنا وكل الناس بقوا بيروحوا صحيح. ودي حاجه يعني تدعو للفخر وتدعو للاطمئنان ان احنا بنشوف اسر وداخله الاستاد، واحد وزوجته واولاده وداخلين الدرجه الثالثه. يعني احنا رصدنا الماتش اللي فات مباراة الأهلي والترجي كان في عدد كبير جدا من الأسر مش موجودين في المقصورة ولا في الدرجة الأولى، لا دول كانوا موجودين في الدرجة الثالثة. صحيح. فده حاجة يعني تبين احنا مستوى اللي احنا وصلنا له من الأمان ومن الوعي لدى الجماهير ولدى الجهات المسؤولة عن التنظيم والتأمين. الحمد لله المباريات بتبدأ يعني حشود جماهيرية مش قليلة تقرب يعني 50,000 ويزيد، ويعني لم يتم رصد اي حاله فيها تدافع، فيها اغماء، فيها تحرش، فيها اي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تسيء للتنظيم او للتامين. فنتمنى من الله التوفيق، ونتمنى من الله ان النادي الاهلي يفرح الشعب المصري كعاده النادي الاهلي وكعادتنا معاكم. يعني برنامج 10 الصبح بيبقى وشه حلو على الجميع الحمد لله، كل مره بنعمل مداخله بننتهي بيوم جميل يعني يا رب. فإن شاء الله النهاردة يكون يوم جميل يعني بأمر الله. هايل جدا. طب سيادة العميد بقى نتكلم في شوية تفاصيل، يعني أولا الاستعدادات الأمنية لو حضرتك تقولها لنا، البوابات المخصصة، التواجد مثلا يبقى من الساعة كام تحديدا تنصح حضرتك، يعني الأمور اللي هي بقى التفاصيل شوية، اتفضل يا فندم. طبعا المجموعه الافريقيه المنوط بها تامين المباراه، يعني اتمينا كل الاستعدادات ووضعنا كل اللمسات، ويعني مدين للمباراه الاهتمام اللي يليق بها كنهائي دوري ابطال افريقيا. احنا سبق وامننا نهائي 2020 وده النهائي يعتبر الثاني للشركه، لان الاثنين نهائي اللي بعدهم كانوا في المغرب وكانت من مباراه واحده، فيعني ما كانش لنا الحظ والنصيب اللي احنا نأمنهم. في بروفات اتعملت، تم مراجعه كل الخطط، تم وضع كل اللمسات. طبعا بالنسبه لخريطه دخول الجماهير لارض الملعب للمدرجات، احنا عندنا حضور جماهيري يقرب ل 50,000 مشجع. بالنسبه للجماهير المقصوره الرئيسيه اللي معاهم تذاكر او دعوات او ضمن كشوفات الحاضرين للمباراه هيبقى دخولهم من خلال بوابة الرشدان، دي البوابة الرئيسية طبعا لاستاد القاهرة المطلة على مسجد الرشدان. إن شاء الله من خلال هذه البوابة هيتم توجههم مباشرة إلى المقصورة الأمامية، ونفس الكلام لجماهير الدرجة الأولى يسار برضو هيدخلوا من بوابة الرشدان. تمام. بالإضافة إلى جماهير المغرب الشقيق لجماهير نادي الوداد هيدخلوا برضو من خلال بوابة الرشدان، معمول لهم مسار محدد ليهم يدخلوا من خلاله حتى يتواجدوا في مدرج الدرجة الأولى العلوية أعلى المقصورة. السادة الضيوف أو الحاضرين اللي معاهم سيارات أو مخصص حضورهم بسيارات هيبقى برضو دخولهم من خلال باب الرشدان. كويس. ننتقل بعد كده إلى جماهير الدرجة الثالثة يمين. جماهير الدرجة الثالثة يمين دول هيدخلوا من بوابة طريق النصر، البوابة المطلة على شارع النصر ما بين نادي الزهور والنصب التذكاري،
ومن خلال هذه البوابة هينتقلوا مباشرة إلى المدرج. بعد كده عندنا جماهير الدرجة الثالثة شمال، مدرج النادي الأهلي طبعا جماهير الأهلي كلها عارفاها الثالثة شمال، والثانية الموحدة. نظرا لوجود إصلاحات يعني في البوابة الخاصة بالدرجة الثانية المطلة على شارع يوسف عباس، هيبقى دخول جماهير الدرجة الثانية الموحدة والثالثة شمال من بوابة صلاح سالم. كويس. من بوابة صلاح سالم. ومن عظيم. خلال بوابة صلاح سالم هينتقل جماهير الدرجة الثالثة شمال مباشرة، يعني البوابة المواجهة لصلاح سالم مباشرة إلى المدرج. جماهير الدرجة الثانية الموحدة هيبقى فيه التفاف كده حوالين جسم الاستاد من مسار هيمشوا من خلاله حتى الوصول إلى مدرج الدرجة الثانية. الإعلاميين والصحفيين هيدخلوا من بوابة الموهوبين، ودي بوابة مطلة على نادي الزهور، ومن خلالها إلى مدرج الإعلاميين والصحفيين أعلى في الدرجة الثانية الموحدة. طيب البوابات دي بقى هتتفتح للجماهير ابتداء من الساعة كام يا فندم، ولغاية الساعة كام؟ يعني يقدروا يتواجدوا ابتداء من إمتى، وآخر ميعاد الدخول إمتى؟ وبرضو عايزين ناخد من حضرتك فكرة كده كافية عن قائمة المحظورات. إحنا ذكرنا يعني ما تيسر منها زي اللافتات المسيئة وزي الشماريخ، في إيه تاني برضو ممنوع على الناس يكونوا واخدينه معاهم جوه الأستاد؟ جميل. النهاردة إن شاء الله المباراة الساعة في تمام الساعة 9 بداية المباراة هيتم فتح الابواب والسماح لدخول الجماهير اعتبارا من الساعه الثانيه بعد الظهر، وده وقت طويل جدا. يعني من الساعه 2 لحد الساعه 9 لاستقبال الجماهير. وده السؤال اللي كانت الاستاذه نهاوند سالته اثناء الانترو، بتتكلم على ايه هو الوقت المثالي للتواجد والدخول للجماهير. يعني الحقيقه هو مفيش وقت مثالي لدخول الجماهير، ولكن كل واحد بالنسبه له وقت مثالي هيبقى كل ما المدة طالت كل ما خلقنا أوقات مثالية لدى الجميع. يعني أنا عندي شغل فأنا هطلع من الشغل هتغدى واجي، فالوقت المثالي بتاعي الساعة كذا. أنا ما عنديش شغل فهروح بدري واتغدى في الاستاد فأصبح الوقت المثالي بتاعي الساعة كذا. كل ما اختلفت الأوقات المثالية حتى لمنع التكدس لدى والتدافع طبعًا. كل ما كان في سلاسة ويسر في الدخول. صحيح. ولكن طبعا كل ما كان ففي ناس بتحب يا استاذ نهاوند التواجد في الاستاد بدري قبل المباراة مع درجة الحرارة دي يا سيادة العميد ما تهيأليش برضه هتلاقي يعني طبعا النهارده الجو يعني جميل معقول شوية النهارده يوم الجمعة وكده جو فيه يعني في الجو لطيف وان شاء الله يعني الأمور تبقى جميلة. ففي ناس فعلا يعني مشجعين كوره بيحبوا يتواجدوا في المدرج من بدري وبيحبوا ياخدوا اجواء المباراه من بدري، فكل ما طالت المده كل ما خلقنا اجواء مثاليه يا فندم. لو حضراتكم فتحتوا الابواب مواعيد مبكره عن كده تاكد ان في اهلاويه كتير عندهم استعداد يبيتوا قبلها بليله. اه والله عادي لو الابواب اتفتحت من اليوم اللي قبله هتلاقي اهلاويه بايتين في المدرج. هي دي بقى جماهير النادي ان شاء الله. يعني التوقيت مناسب للجميع يعني فتره زمنيه طويله. بالنسبه لقائمه الممنوعات والمحظورات، هو يعني هي طبعا انا باكد كل مره ان مفيش قائمه بعينها ممنوعه او حاجه بعينها ممنوعه، وان كل حاجه ممكن تسبب اذى او تسبب يعني اذى للجماهير او اذى للناس المتواجده في الملعب فهي ممنوعه. ولكن الحاجات الشائعه منها اللي هي يعني الشعلات الحراريه، الشماريخ، ودي الحمد لله يعني احنا وصلنا لمرحله ان احنا انا تقريبا مش فاكر اخر مره في شمروخ دخل الاستاد القاهره كان امتى. يعني الحمد بقى في لله وعي كمان اكتر عند الناس، كان في وعي كبير صحيح. جدا وفي التزام لدى الجماهير ان مفيش حاجه من دي بتحصل. اي حاجه ممكن تحدث لها اذا كان ولعات المزيل العرق او اي حاجه فيها سبري قابله للاشتعال ممكن تحدث لها، دي ممنوعه قابله للاشتعال. لو اي حاجه موجوده في معلبات صلبه ممكن القائها يحدث ضرر ممنوعه، سواء كانت كنز او زجاجات عصير صغيره او حاجه ماكوله ماكولات محفوظه جوه معلبات مغلقه زي علب التونه كده. اي علب زي ما حضرتك بتفضل تشرح، يعني اي حاجه مش حاجه معينه، ولكن العناصر الشركه الافريقيه للمتواجدين لو شكوا ان الحاجه دي ممكن تحدث اذى هيمنعوها. بالنسبه حضرتك للاسلاك وشواحن الموبايل وادوات حفظ الطاقه زي الباور بانك، دي برضو كلها حاجات من الحاجات الممنوعه دخولها الاستاد. الله، معقوله؟ طب ليه الباور بانك ليه؟ الباور بانك هو يعني محدث طاقة فممكن يعاد استخدامه في حاجة
ممكن تحدث اذى يعني في داخل الاستاد، يعني ممكن الباور بانك ده يبقى بادئ طاقه وده بيستخدم في حاجات كتيره ممكن يعني تحدث اذى للجماهير والتجمعات الجماهيريه. بالنسبه للافتات المسيئه او الشعارات او لو تيشيرت عليه حاجه لافته او عليه حاجه دعائيه او ما شابه ذلك، دي برضو من ضمن الحاجات اللي ايه بتمنع دخولها لمباريات الكوره. ده كده تقريبا باختصار يعني الحاجات اللي ممكن الجماهير بتسال عليها وبتبقى عايزه تعرفها. انا باكد ان في طبعا عناصر امن نسائي متواجدين على البوابات لمساعده يعني اخواتنا السيدات والانسات. انا باكد بس عليهم، احنا الشركه الافريقيه مش بتستقبل امانات على البوابات، يعني ما ينفعش حضرتك تيجي تقولي لي سيب الباور بانك ده معاك وهاخده وانا راجع، لا مش بنستقبل كده، هتضطري ان انت ترجعي توديه في العربيه أو تتخلصي منه بقى، ودي تبقى خسارة. هتتخلصي منه مش على البوابة، هتضطري برضو تتخلصي منه بعيد عن باب الاستاد عشان ما يبقاش برضو الأمن اللي موجود أخده منك. فدي صحيح. بتأخر بعد ما هو دخل طابور طويل ووصل لحد الآخر يضطر يرجع تاني. نقاط مهمة دي قوي يا سيادة العميد. طيب اتفضل اتفضل. احنا بنواجه ناس، بنقابل حالات يعني هو معاها تذكره درجه ثالثه يمين والمفروض يدخل من باب النصر، تلاقيه جاي من على باب صلاح سالم وبيضطر ان هو بيعمل تكدس وبيضطر ان هو يوجهه تاني على اساس يلف الناحيه الثانيه. فاحنا الالتزام بخطه التذاكر، يعني ما ينفعش واحد معاه تذكره درجه ثالثه ويجي يدخل من على باب الرشدان. صحيح. مش هيسمح ليك بالدخول. عشان كده مكالمتنا مع حضرتك دي مهمه جدا ومفيده جدا لكل الناس الحقيقه. فيعني اتمناها ان شاء الله يعني تكون قمه رائعه في التنظيم وفي التامين، وربنا يوفق لعيبه النادي الاهلي في ارض الملعب. وزي ما كانت الاستاذه نهاوند بتقول المباراه تخلص من الشوط الثاني وده ماتش نهائي، ان شاء الله نتمناها تخلص النهارده من الشوط الاول باذن الله، يعني ويكون يعني حاجه تليق بسمعه الكره المصريه وبعرفه النادي الاهلي ان شاء الله. انكم ويقدركم يا فندم ان شاء الله وتنجحوا في المهمه اللي انتم مسؤولين عنها. وبنشكر حضرتك شكر جزيل على وجودك معنا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. شكرا لك سياده العميد جدا.